وضعية الانتخابات فاتحة المكاتب في عموم محافظة نينوى وبدأت تستخدم كل الأساليب. يمكن موظفي المفوضية هم أكثر الناس اللي يتعبون بالفترة الحالية، يداومون بأكثر من شفت صباحي وشفت مسائي. شفنا مفوضية الانتخابات بدأت تنتقل لفرص ثانية، استخدام الجوامع، التعاون مع المؤسسات الثانية، مع المؤسسات الحكومية في سبيل زيادة الحث على استخدام البطاقة البايومترية. يكون عندنا حق الانتخاب أو لازم نكون عندنا منتخبين حتى ما يروح صوتنا هدر أو نفقد الفرصة بالانتخاب. حتى الدوائر الحكومية أعتقد في إقليم كردستان حتى إقامة بعد ما ينطون الشخص اللي ما عنده بطاقة بايومترية. أكو فقرات بالقانون قوية كلش، وثلاث أربع فقرات بالقانون خاصة بنينوى وتخدم المحافظة حيرحل. يعني حتى أكون صريح معاكم، نواب نينوى هالنوبة سووا شيء كلش زين بقانون الانتخابات. ليش؟ أول شيء هسا التحديث البايومتري اللي نشتغل به هسا هاي ما موجودة بولا محافظة. المومي مراكزنا موجودة هناك، ما عندك اسم بالسجل مالنا يضيفون اسمك من مواليد 2002 وانت صاعد، اسمك مو صحيح بالسجل يصلحون اسمك. يعني اكو خاص اكو اسماء متشابهة، عمار يطلع عماد، علي يطلع علا، اني قاعد بربيعة ومركزي بالعوينات، شلون اعالجه؟ شلون بيوم الانتخابات اصلها؟ تروح على مركز ربيعة يجيبون صوتك من عوينات يخلوه بربيعة. فهسه احنا اذا نريد انتخابات جيدة، اذا انتخابات نزيهة، انتخابات مثل ما احنا كلنا نرغبها، لازم نصعد نسبة التحديث، ما بها كل مجال. واحنا بالخطط مالنا لازم نصعد نسبة التحديث الى 100%. احتمال بيوم الانتخابات يقول والله لو عندي وانتخب، هسه عجوز تفكير يقول ما انتخب، بس بيوم الانتخابات البشر اللي هو 60 تفكير. كل واحد يقول انا ما انطي المستمسكات مالتي. هالحين هم صاروا مضطرين على هالشغله، القديمه مو موجوده وبلا قديمه ما ينطونهم هذه ام الصوره الاخيره. يعني ما ينطون مستمسكات؟ انتم ما تنطون، انتم ما ادري ظروفكم ما تسمح لكم او اموركم ما تسمح لكم، ما اعرف، الا تريدون القديمه، وقديمه هو ما حدث ما سوى هذا الشيء بالقديم. لانه مواليده ما تنطبق عليه. فهالحين انطبقت. هسه ما صار عنده لانه ما عنده هذه. تكتب تعهد بانه انت مضيعها بعدين تجيبها، اذا ما جبتها تدفع غرامه 25,000، يعني بي اجراء قانوني وهم ينطوك بطاقه. مكتب انتخابات نينوى بالتعاون مع منظمه التحرير للتنميه حضرنا اليوم في جلسة نقاشية في ناحية ربيعة للقاء شيوخ العشائر والمخاتير الموجودين في هذه المنطقة، حيث تم التطرق على أهمية التحديث البايومتري وأهمية البطاقة البايومترية للمرحلة القادمة، كما تم الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة من قبل الحاضرين. جلسة نقاشية تمحورت قانون مجالس المحافظات والأقضية التابعة لها، كما تمحورت أيضا جانب الكبير منها هو تحديث البطاقات البايومترية ولما له تأثير على عملية الاقتراع للانتخابات المحلية القادمة. تم الاستماع إلى كافة الآراء، تم الاستماع إلى كافة الأسئلة وتمت الإجابة عليهم. المناقشة كانت إيجابية، الحديث كان إيجابي جدا، وسيزيد من وتيرة التحديث في هذه المنطقة إن شاء الله. حضرنا هذا اليوم مع مجموعة من المخاتير والمواطنين في ناحية ربيعة الندوة التي أقامها مكتب إعلام مفوضية انتخابات نينوى بالتنسيق مع منظمة التنمية والتحرير لغرض حث المواطنين على التحديث البايرومتري والحصول على البطاقة البايرومترية للاشتراك بها يوم الانتخابات. ونحن بدورنا كمدير ناحية ربيعة أدعو جميع المواطنين في ناحية ربيعة للحضور إلى مراكز التحديث المنتشرة في ناحية ربيعة، سواء في قصبة ربيعة أو قرية المومي أو قرية العوينات، لغرض تحديث بطاقتهم البايرومترية والحصول على حق المشاركة بالانتخابات لمجالس المحافظات التي ستجري إن شاء الله في 1/4/2020. كان توصية من المفوضية للمخاتير بتوجيه المواطنين على التحديث، وكما طلبنا من مدير الأستاذ فرحان بتعزيز مكتب ناحية ربيعة بالكادر النسوي حتى يتم تحديث الانتخابات البايومتري الانتخابات والبطاقة البايومتري للانتخابات بالنسبة للنساء. فأبدأ استعداد وطلب، وسيكون في الأيام القادمة
فترة شهر وعشرين يوم باقية من فترة التحديث، فنحث من هذا المنبر، نحث المواطنين من لم يحدث البطاقة البيومترية عليه المراجعة المفوضية الانتخابات في مكتب ربيعة لتحديث البطاقة البيومترية. وكذلك هناك فرق جوالة، نطلب من المخاترين من يوجد في قراهم لم يحدثوا مراجعة مفوضية حتى يتم إرسال كوادر جوالة على تحديث البطاقة البيومترية بالنسبة للمواطنين في قراهم. اليوم ضمن آلية جديدة للتعاون بين مكتب انتخابات نينوى ومنظمات المجتمع المدني، أقيمت هذه الجلسة بالتعاون مع جمعية التحرير للتنمية. هذه الجلسة كانت في ناحية ربيعة واختصت في عملية تعزيز التحديث البيومتري، تعزيز إجراءات التحديث البيومتري، وحث المواطنين في المنطقة على زيادة الإقبال على مراكز التسجيل في ناحية ربيعة. كانت الجلسة مع الحكومة المحلية ومع ممثلي المنطقة وشيوخ العشائر والمختارين لبحث آليات والطرق التي تعزز من عمليات التحديث البيومتري في هذه المنطقة. عملية التحديث البيومتري هي الجزء الأول من سلامة والتأكيد على سلامة انتخابات نزيهة، انتخابات ذات شفافية عالية. نحث المواطنين على زيادة التحديث والإقبال على هذه المناطق، على زيادة المراكز التسجيل، كما نحيي أبطال أو أنا أسميهم جنود مفوضية الانتخابات الذين يعملون ليل نهار وحتى في أيام العطل الأسبوعية، ويذهبون بشكل شخصي ضمن مكتب انتخابات نينوى إلى أبعد المناطق ويقومون بعملية التحديث البيومتري. هذه الخطوة نراها كمجتمع مدني هي الخطوة الأولى لانتخابات نزيهة ذات شفافية عالية. إذا أراد المواطن أن يكون لديه بطاقة انتخابية يمارس من خلالها عملية الانتخابات، فعليه أن يذهب سريعا إلى مراكز التسجيل البيومتري في محافظة نينوى.